لما ابنك يسافر بره علشان يدرس وبعدين تنقطع اخباره فجأة وتكتشف بعد كده انك مش عارف توصل له وان مصيره يا اما قتل او فقد، يبقى الوضع طبعا لا قدر الله ان اي حد فينا يواجه هذا الموقف. انا بتكلم باختصار شديد جدا حول تحقيق صحفي استقصائي نشر في موقع مصراوي منذ ساعات تحت عنوان الفخ الروسي تجنيد مصريين باغراء المال والجنسية. اجريته الزميلة الصحفية النابهة والشاطرة سارة ابو شادي، وهي احدى بناتي في الصحافة وبشرف بده، ومش بقول ده عشان اروج للتحقيق لانه هو من ضمن تحقيقات كتيرة جدا بننشرها، لكن هو او علشان انا برقص مؤسسة اونا اللي من ضمنها موقع مصراوي، ولكن لان هذا التحقيق في اعتقادي الشخصي هو اخطر تحقيق صحفي استقصائي نشر هذا العام، لانه بيشاور لقضية في منتهى الخطورة، قضية تهدد الشباب المصري وهددته بالفعل وبندفع ثمنها، ودورنا كصحافة ان احنا ننبه او نلقي الضوء على هذه القضايا او هذه الظواهر والحالات، وعلى الجهات المسؤولة انها تتحرك لانقاذ شبابنا المصريين. اللي بيحصل باختصار انه هذا التحقيق تتبع على مدى عدة اشهر عصابات روسية او مجموعات روسية بتجند الشباب المصري في صفوف الجيش الروسي في الحرب الدائرة الآن، وكلكم متابعينها. سارة عملت ايه؟ سارة تتبعت الموضوع بكل خيوطه ووصلت لهذه الشبكات وتحدثت معهم طبعا بحسابات وهمية على أساس انها شاب وعايز يتجند، وكانت الردود صادمة جدا انه اللي بيحصل انه هذه المجموعات بتجند الشباب اللي هم بيحلموا بالثراء السريع مقابل طبعا اغراءات مالية، مرتبات شهرية مجزية من وجهة نظر الشباب دول، ووعد بالحصول على الجنسية الروسية، وبالتالي بيتم تجنيدهم وتدريبهم لعدة اسابيع قليلة ثم دفعهم الى جبهة القتال في الصفوف الامامية اللي هي الخطيرة جدا عشان يحافظوا على الشباب الروسيين او الروس. الشباب المصريين دول كانوا ضمن 100,000 شاب تعاقدت معهم وزارة الدفاع الروسية خلال الاربع اشهر الاولى من عام 2024 بس، يعني في 14 100,000 شاب، طبعا مش كلهم مصريين، بينهم شباب، آلاف الشباب من الجنسيات العربية المختلفة، منهم سوريين وعراقيين ومغاربة ومصريين وغيرهم. طبعا معظمهم لا يمتلك خبرات عسكرية أساسا. وصل إجمالي المتعاقدين مع الجيش الروسي منذ صدور هذه التعديلات بفتح باب التطوع إلى ده في مارس 2022 اللي هو تم في مارس 2022، هذا القرار صدر من الرئيس الروسي. شبكة التجنيد دي بتتواصل مع الشباب المصري عشان نخلي بالنا كلنا اللي بيدرسوا في روسيا، ووصلوا الى انهم بيرسلوا شباب مصري داخل مصر لاستصدار تأشيرات سياحية ليهم يسافروا روسيا، وعندما يصل الشاب وهو بيكون متفق ومتعاقد على كل حاجة بعقد، لما بيوصل موسكو بيتم تجنيده رغم ان هو طالع بتأشيرة سياحية. طيب احدى الجماعات او المنظمات التي تجند شبابنا في قتال لا نقطة ولا جمل لينا ولا ليهم فيها بترأسها كما كشف التحقيق، او هذه الشبكة يعني بترأسها سيدة روسية اسمها بولينا ألكسندر، وتم تتبعها في هذا التحقيق الصحفي. عندها 39 سنة، تدير عملها من خلف شاشات الكمبيوتر، وبترسل لضحاياها عقود إلكترونية عبر الانترنت
بتوعدهم فيها برحلة خيالية مختلفة هتغير مستقبلهم كله، وانهم هيحصلوا على اموال باهظة واقامة دائمة ثم جنسية روسية. في الباطن طبعا دي بتبقى الوعود قبل ما يسافر الشاب، او لو هو طالب موجود في روسيا بتبقى الوعود كده. عندها سماسرة كتير. للأسف التحقيق بيكشف ان بينهم مصريين بيستقطبوا الشباب المصري لهذا الفخ. اللي بيحصل بعد كده للأسف بقول انه 90% من الشباب الطلاب اللي تطوعوا في الجيش الروسي للأسف قتلوا او فقدوا في هذه الحرب، وبعضهم تم دفنهم كما يشير التحقيق في مواقع القتال في روسيا، ومحدش وصل حتى الجثة منهم، فبيبقى المصير هو الفقد التام. ده معناه انه هناك مشكلة يجب التصدي ليها بسرعة، وان كلنا معنيين بده، واولهم الاعلام، واحنا قمنا بدورنا، ووزارة الخارجية المصرية اللي على رأسها السفير المحترم صديقي وله في الدبلوماسية المصرية باع طويل من العطاء، السفير بدر عبد العاطي. وزارة الخارجية لابد أن تتحرك، وأنا واثق أنهم يتحركوا لمحاصرة هذه الظاهرة. والسلطات المصرية أيضا يجب أن تنقذ طلابنا وشبابنا اللي موجودين في روسيا أو اللي في مصر من هذه الشبكات. إزاي؟ أنا شخصيا يعني مش رجل أمن، ما أعرفش، بس أكيد في إجراءات ممكن تتعمل سواء على مستوى الخارجية المصرية أو أجهزة الأمن المختلفة. سارة أبو شادي في هذا التحقيق اللي بحييها عليه فعلا توصلت إلى رصد 25 حالة، هي لوحدها كده في تحقيق صحفي توصلت ل 25 حالة لمصريين، وتحدثت مع عائلتهم وأصدقائهم للوصول إلى مصيرهم. زي ما أقول لحضراتكم التحقيق وصل إن تم فقدهم، إما مقتولين أو مصيرهم مفقود تماما والاتصالات ممنوعة أو مقطوعة معهم تماما. ده بس التحقيق الصحفي وصل ل 25 حالة. الشباب المصريين اللي موجودين على جبهة القتال في الصفوف الأمامية بيتحدثوا فيه عن انهم ندموا ندم شديد جدا على هذا القرار، لكن لا يستطيعون التراجع، لدرجة انه اربع شباب مع بعض، واحد منهم هو اللي نجي وبيتكلم مع سارة انه عاش افظع ما يمكن ان يعيشه انسان من لحظات وايام وشهور في هذه المحرقة، رغم انها مش بلده. لكن اكيد اكيد ما حدث ويحدث برضو بيطرح اسئلة كتيرة. هل الشباب دول، وده المفروض احنا نبحثه كلنا ونتحاور فيه ونحاول ان احنا نوصل فيه لتصور ما لعلاج هذه الحالة، هل بعض الشباب بيبقى عنده حلم الثراء السريع بحكم الزمن السريع اللي احنا فيه والطموحات والتطلعات والمغريات اللي موجودة في الحياة؟ هل بعضهم بيكون يائس او عنده ضعف او انعدام للامل في المستقبل او التحقق في الحياة في ظل الاوضاع الصعبة اللي بنعيشها؟ هل الازمة الاقتصادية ليها علاقة بهذه الظاهرة المحزنة؟ هل انا بتساءل، هل اجراءات البنك المركزي المصري مثلا فيما يتعلق بالتحويلات للطلبة اللي برة، أو فتح الكروت الائتمانية أو غيره علشان يقدروا يصرفوا على تعليمهم برة ومعيشتهم وأكلهم وشربهم وسكنهم؟ أنا أعرف أن البنوك بتسمح بتحويل مصروفات الجامعة، لكن المعيشة طول السنة البنوك في الغالب ما بتستجيبش ليها، أن الولد يروح لمصروفه كل شهر. فهل ده له علاقة بالمسألة انه ممكن يكون طالب بيدرس في الجامعات الروسية هناك وبعدين يتعرض لضائقة مالية بسبب الاجراءات ديت، فيضطر انه يعمل ده مع ان مفيش اسباب تؤدي مهما حصل يضطر يعمل ده؟
عوامل كتيرة. هل انعدام برضو عندهم الثقافة والمعرفة والوعي بان ده كارثة حقيقية سبب من الاسباب؟ هل ايضا ضياع الهوية عندهم؟ ما اعرفش، او ضياع الهدف او ضياع الانتماء. انا بصراحة مرتبك جدا لما قريت وعرفت الحكايات في التحقيق اللي معمول عبر تقنية الكروس ميديا. وانا طبعا زي ما اقول لحضراتكم انا لازم اشكر الزميلة الاستاذة سارة ابو شادي واللي اشرف على هذا التحقيق معها، رئيس قسم التحقيقات الاستاذ عبد الوهاب عليوه، ومدير التحرير الاستاذ اشرف جهاد، والاستاذة صحر عزام رئيس قسم الجرافيك مع زملائها اللي بشكرهم جدا لانهم عملوا هذا التحقيق بتقنية الكروس ميديا زي ما اقول لحضراتكم. وانا هحط لكم رابط للتحقيق مع هذا الفيديو. لكن انا بعتقد ان احنا محتاجين نسأل نفسنا الاسئلة اللي انا قلتها ويمكن اكتر بكتير، علشان دم ولادنا وارواح ولادنا وضفر ولادنا اغلى من اي حاجة في الدنيا كلها. اتمنى بالفعل انه هذه الظاهرة تنتهي تماما، والدولة المصرية انها دولة كبيرة جدا تقول لا، هذا لا يليق بولادنا ان يحصل لهم واحنا كلنا موجودين.